بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم ببهو محكمة الاستئناف ببني ملال جاءت تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 13/2024 بمراكش، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات الجنايات وكذا صناديق المحاكم. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب نقباء وأعضاء نهج في مناسبات متعددة أسلوب الحوار والتواصل مع وزارة العدل، وقدم عدة اقتراحات ومبادرات من أجل الجلوس على مائدة الحوار وإشراك جسم الدفاع في سلسلة مشاريع القوانين من قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، وقانون مهنة المحاماة. ولكن نفاجأ بالعديد من مشاريع القوانين التي تقزم من دور الدفاع وتمس أساسا بمصالح المواطن الذي سيحرم من حقه في الطعن بالاستئناف إذا لم يتجاوز طلبه 30,000 درهم، يحرم من حقه كذلك في الطعن بالنقد إذا لم يتجاوز مبلغ طلبه 80,000 درهم، يتكبد غرامة مالية إذا حكم ضده بعدم قبول طلبه، هذا فضلا عما يمكن أن يتكبده المواطن من مبالغ باهظة تصل إلى 5,000 درهم مقابل وديعة النقد في الميدان الجنائي. مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب في خضم هذه المشاريع من القوانين كان مضطرا لينتقل إلى أسلوب هذا الاحتجاج الذي انبثق من اجتماعه المنعقد بتاريخ 13/2024. بطبيعة الحال كاين اجتماع إن شاء الله ديال مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بطنجة بتاريخ السبت 26 أكتوبر. بطبيعة الحال سيكون أسلوب آخر للاحتجاج سيعنل عنه من طرف مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب إن شاء الله. شكرا 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 شكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.